أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أوتوموبيل. ضيفتنا لليوم هي سيفور بيكاسو. ظهرها العام الماضي لإعطائها طابع أكثر حيوية، فمن الأمام تتميز بثلاث درجات إضاءة: إضاءة LED العلوية، الإضاءة الليلية بالإضافة إلى كشافات الضباب، بالإضافة إلى أنها بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر تيربو وبقوة 165 حصان. بيكاسو إن الشبابيك والمرايا بتعمل كهربائياً، طبعاً بالإضافة إلى أضوية 3D المميزة وعلامة ساتروين بالكروم لإعطائها مظهر أكثر جرأة، والسيارة مزودة أيضاً بسعة صندوق خلفي تصل إلى 537 لتر زي ما أنتم شايفين، وعند طي المقاعد الخلفية بترتفع السعة إلى 630 لتر. وهلأ مشاهدينا خلينا نشوف تصميم هالمركبة من الداخل. تمتاز السيارة بالرحابة والوساع مثل ما انتم شايفين، فهي بتوفر الراحة لأفراد العيلة خاصة في الرحلات الطويلة. يمكن أيضا التحكم بالمقاعد الخلفية للسيارة يدويا بإزاحتهم وطيهم وتقديمهم بسهولة مثل ما انتم شايفين. فيها نظام ساتروين أدفانسد كومفورت اللي بوفر شعور الاسترخاء لأنه بيركز على المساحة الداخلية وتخفيف الضجة داخل السيارة، بالإضافة إلى أنظمة تقنية متطورة. في كمان دول زون اير كونديشن وهو مكيف واحد بزرين تحكم، زر للسائق وزر آخر للجالس بجانبه، بالإضافة إلى السقف البانورامي والمرفق بمظلة يمكن فتحها وإغلاقها عند الضرورة. عدا عن نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح Stop and Start Technology وشاشة LCD المتطورة التي تعمل باللمس واللي بتسهل عملية التحكم بمختلف الأنظمة على السائق، وهي أيضا مزودة باللغتين عربي وإنجليزي. وهلأ نترككم مشاهدينا مع معايير السلامة في سيفور بيكاسو الحاصلة على 5 نجوم في اختبارات إنكاب للسلامة. فيها 6 وسائد هوائية، حساسات أمامية وخلفية، مثبت ومحدد السرعة، بالإضافة إلى نظام هيل أسيست بيمكن السائق من الإقلاع على المنحدرات بكل سلاسة، نظام الثبات الإلكتروني والمكابح المانعة للانغلاق ABS، وأخيراً نظام توزيع المكابح الإلكتروني. كم عدد النجوم التي حصلت عليها سيفور بيكاسو في اختبارات إنكاب للسلامة؟ سيفور بيكاسو المركبة العائلية كانت رفيقتي في حلقة اليوم. انتظرونا الحلقة القادمة وبسيارة جديدة في أوتوموبيل. إلى اللقاء.